لحقتني للبستان. بيتكم يا عالم. ايه هاي سوت فد سوت ضجة. هاي ترند ترند، بس الناس يقولون عليه يعني مستوى متدني. شلون متدني؟ من اي ناحية يعني؟ يعني كلمات ما يمو الناس مو لحقتني للبستان. شوف هم ذا الناس قايل لك لو شعراء، انا مو عارف شو اوضح. شنو فرق الناس من الشاعر؟ لا مو شاعر، اذا شاعر يشكل على لحقتني البستان فهاي جريمه كبرى. خلينا من الشعراء. والناس البسيطه معذوره يعني يعني سمو تدنيه من اي ناحيه؟ يعني شنو البيها مثلا؟ يعني هو النص شعاري. شنو بيها الشعاري؟ النص شو تريد تخلي بيه؟ انت شاعر ورد اسالك شو تريد تخلي بيه مثلا؟ هسه مو مشكله اذا هم عيبهم على لحقتني البستان. بيتكم يا عالم ناظم الغزالي طالع من بيت ابوه رايح البيت الجيران، انا هي راحت البيت الجيران انا راحت للبستان، نفس الشيء يعني. ليش احنا نقدس الاسماء مثلا؟ يعني تقارن نفسك بناظم؟ وذا شنو يعني؟ ها؟ شنو يعني؟ مو هو ناظم مو شاعر. افتهم. ايه؟ اختياره للنص، هسه رغم انه ايش نصه ايش هو؟ رغم انه احنا نشكل على هذا النص. ايه؟ ممكن. ايه؟ لانه نقول مثلا لغه المخاطبه لحقت شلون هي؟ اغنيته؟ طالعه من طالع بيت ابوه راح البيت الجيران، فات ما سلم علي يمكن. بس هذا مو شغلي، بس هاي نعم. طالعه من بيت ابوه راح البيت الجيران، انا طلعت منها الى لحقت البستان، وين المشكله؟ اي ممكن احنا حتى موجوده هذه المفرده اللي انت مخليها. اي مجارات مجارات يعني هم توجه الانتقاد بوقتها، بس احنا شعراء ونعرف يعني. مجارات وين المشكله؟ اكو اغاني هسه بالجديد انه تتضمن بيها يا حريمه، وين المشكله يعني؟ وانا ما محتاجها يعني. ما محتاج شنو؟ يعني قصدي ما محتاج انه اجيب ثيمه قديمه وابنى عليها، ما كلش ما محتاج، بس انا نويت قلت مجارات، ولو بيها شاعر هاي كان نزلت اسمه قبل اسمي، بس ما بيها شاعر. شنو ما بيها شاعر؟ ماكو نص ما بيها شاعر. اعطيني اسمه هسه ارجع على القناه اخلي اسمه قبل اسمي. ما اعرف ايش قد اخذت عليها هذه الاغنيه. خير من الله. جابت لي خير من الله. لا اخذت. شو اخذت يعني؟ فلوس؟ مبلغ اي. يعني فلوس. مو على المشاهدات هسه، دعنا من المشاهدات. يعني فلوس. ها؟ فلوس. 100 دولار؟ شو السالفة؟ أكثر؟ شنو 100 دولار؟ اليوم خلينا نعرف سعر النص من علي ايش قد يعني؟ يا أخي مو يعني يتراوح مثلا. مو أنا ما أرد أخليه يعني مثلا سنين علي مثل ما يقولون. أي والله.